هاي أول مرة المظاهرات عفوية جمعت أطياف الشعب كله، كل لا سني لا شيعي لا كردي لا صابي لا كندائي، كل المذاهب اليوم وقفة جادة مع العلم العراقي فقط، ترفع بساحة التحرير العلم العراقي، واليوم وحدت طوائف المجتمع ووحدت كل العراقيين، واليوم احنا كل احنا مطلب شعبي، ما نطلب غير مطلبنا الشعبي، واحنا كل احنا اليوم عراقيين ايد وحدة وقلب واحد، وكل احنا منسجمين ويولدنا وناسنا، واحنا كل احنا نتظاهر عشائر كل مذاهبنا، سني وكان طائفي وكان غيره، ماكو بعد هاي انمحت الطائفيه. طيب برايك اليوم لو ظهر صوت طائفي نشاز شو راح يواجه؟ والله كل احنا اليوم الرجعه وما نخلي هذا يدخل بصفوفنا، ليش؟ لان احنا اليوم نداعي بالعراقيه فقط، اليوم نريد عراق، عراق مسلوب، احنا نريد من الله ان شاء الله يفرج عنا، ما عندنا هذا سني وهذا كذا وهذا مسيح وهذا كل احنا نطالب بالوحدة ونطالب كل احنا نشترك باسم واحد هو العراق. نعم المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات لقد وحدتنا، لا فرق بين شيعي وسني وكردي وايزيدي ومسيحي، الكل حامل سارية العراق وتتكلم باسم العراق. من هنا استقالة عادل عبد المهدي لم تكفي، نعم نطالب الادعاء العام والقضاء، أن يكون قضاء نزيه، قضاء مستقل، قضاء يتحلى بالشفافية. مطلب الشارع العراقي، نعم مطلب الشارع العراقي اليوم جميع القادة ومن أعطى الأوامر بضرب المتظاهرين يجب محاسبتهم ومعاقبتهم فورا، هذا مطلب شعبي. نحن أما بخصوص تعيين رئيس مجلس الوزراء، لا نقبل الكتل المحاصصة، الكتل الطائفية، الكتل الموجودة هي من جلبة الدمار للعراق، نعم هي من جلبة الدمار للعراق. من هنا من ساحات الاحتجاج استفتاء شعبي، نخرج 5 رؤساء على شكل في صناديق الاقتراع ونقدمها إلى رئيس الدولة وهو يختار واحد يلبي مطالب المتظاهرين. احتجاجاتنا سلمية، اعتصاماتنا سلمية، وحتى الإضراب العام سلمية. أي يا حكومة لا تراهنون على الوقت، نعم نتحمل التعب، نتحمل التعب، نتحمل الأمطار، نتحمل البرد الشديد بقين، المهم أولا وآخرا قضينا على الطائفية التي جلبتوها لنا، نبقى مستمرين. التظاهرات السلمية تبقى مستمرة، نعم، ومن هنا وكل المظاهرين السلميين نضرب حتى المندسين، المندسين نقاتلهم المندسين، نعم اليوم أثبتنا للعالم صوتنا وصل للعالم، وصل إلى الأمم المتحدة، هذه مطالبنا مشروعة. اليوم مفوضية انتخابات عادلة، قانون عادل، هذا مطلبنا، يلبي طموح، موجودة شرائح، موجودة لدينا مخضرمين، فصاحلة، متخصصين، أكفاء، نعم، وليس 10 أو ما يسمون 12 واحد موجودين بالحراقية، بالحكومة العراقية، هذه الفترة هم يتحكمون بالشارع العراقي، من سنة 2003 هذا اليوم، نعم، اليوم الشارع قال كلمته وكلمته، نعم، ارحلوا، 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 حان وقت التغيير، عليكم احترام إرادة الشارع العراقي ومحاسبة من أفتى ومن أعطى الأوامر بضرب المتظاهرين. الله يحفظك ان شاء الله. صوت النشاز طلع من بعد ما 2003 وشافوا العراق بوحدته، بسنته، بشيعته، بكردي، بعربي، بمسيحي. شوف هسه الخيم الموجوده الان، والله العظيم من كل اطياف الشعب، لولا هؤلاء السلميون نحن مع التظاهر السلمية. لدينا مطالب حبيبي، لدينا مطالب وهم مطالب سلمية، متظاهرين، أبناؤنا، أخواننا، أولادنا، دفعنا شهداء من داعش إلى الآن،
والآن سلميتنا انتصارنا. أنا أبلغ كل المتظاهرين. لا ماكو طائفية، احنا كنا اخوان. ماكو طائفية، كنا اخوان. هنا العرب والتركماني والسني والمسيحي كنا اخوان وكنا ايد وحدة. ماكو يعني اكو بعض المندسين بس مو من يمنا المندسين، لا مو من يمنا. ماكو، لا ماكو، احنا كنا اخوة من ساعة جت عائلة مسيحية اخواننا المسيح. هم جابونا خير من الله وذاك الاكل وذيش القعدة وهذا الاشي يعني اسلوب الحلو. ماكو اي شيء يعني لا تفرقة لا شيء، كنا اخوة. أشكر قناة التغيير لحضورهم في ساحة التحرير وتواجدهم والمساندة في ساحة التحرير للمتظاهرين الكرام. الموضوع عن الطائفية اللي في العراق، طبعا تعلمون في السنين الماضية كانت الطائفية يعني كثيرة في محافظات العراق، أنه هذا سني وهذا شيعي وهذا صابي وهذا مسيحي. الآن أرى في ساحة التحرير منذ أيام كثيرة قضية الطائفية بدأت تنزال شيئاً فشيئاً. الدليل أنه الكل، كثير من الطوائف شاهدتهم، كلم بعضهم كلمتهم، أنه متعاونين متكاتفين، يريدون وطن، يريدون العراق للجميع وليس طائفية وهذا سني وهذا شيعي. شاهدت من الطائفة المسيحية، شهدت من الطائفة السنية حاضرين، خصوصاً الطائفة الشيعية متواجدين في كل مكان. حالة الإنسانية موجودة في كل مكان. حقيقة أنا تفاجأت، ما توقعت أنه هذا التكاتف وهذا التوحد مع خصوصاً مع المتظاهرين من الطائفة الشيعية ومن الطوائف الأخرى، مساندة وتكاتف. المتظاهرين، تصرفات المتظاهرين تصرفات سلمية، تظاهرات سلمية بكل إنسانية بكل آداب. واجهوا هذه الفتنة بروحية عالية لأجل القضاء وإزالة هذه الفتنة التي يثيرها الآخرين خصوصا في مدينة النجف الأشرف. أخواننا الآن متواجدين كلهم في ساحات التحرير، هاي مثل ما نشوفهم حاليا وحدوا الشعب، ونحمد الله ونشكر. الآن متواجدين من أهل الأنبار، متواجدين من أهل المحافظات الجنوبية، كليتنا أخوان، شعب واحد، بس نريد الحفاظ على السلمية. ونشكر أي شخص يتعاون مع أخواننا الآن بساحات التحرير، ساحات التحرير من أجل وحدة العراق ولم شمل العراق. ضيعونا بلد النهبة خيراته، ضاع البلد، صار 16 سنة كل شيء ما افتهمنا، دخلونا الطائفية، زرعوا الطائفية بيناتنا، قتل، تسليب، والآن الحمد لله والشكر توحد الشعب، ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره. بالنسبة للحكومة العراقية، هذه المظاهرات وحدت الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب. هسه أنا المتحدث أمامك، عندنا موكب خدمي بخدمة الثوار. الموكب مالتنا بي السني بي الشيعي وبي المسيحي، فمن تدخل ما تعرف، عراق واحد من شماله إلى جنوبه. أنا حط طلاب جامعة تداوم بالمستنصرية، طلاب الغربية كلها ويانا، ويانا موجودين بساحة التحرير، وموكبنا موجود اللي خيمة الكلية مالتي، موجود ابن ديالة، ابن الأنبار، ابن الموصل، كلها موجودين ويراسلوني وما يدامون. احنا اخوان، سنة شيعة مسيح كنا موجودين. من هنا ومن ساحة التحرير بالتحديد تجمع الملايين من أبناء الشعب العراقي للمطالبة بحقوقهم المشروعة. هنا الحلو بالموضوع انه لا اكو سني، لا اكو شيعي، لا اكو مسيحي، لا اكو اي زيدي، ماكو اي طائفة بالموضوع، ماكو اي شعار معين لجهة معينة. هنا تجمع الناس، اغلبينهم الكل تجمع الناس من اجل العراق، ونزلوا تحت شعار نريد وطن. يعني ماكو اي طائفية بالموضوع، وماكو عند هذه المظاهرة تابعة لجهة معينة او قومية معينة او ديانة محددة. والمواطن اللي خرج اليوم ناس وسطاء توحد الشعب به،
تشوف بالمتظاهرين الشايب والشاب والفتاة والأطفال والنساء ومختلف الأطياف والأديان. يعني متظاهرات كسبت الشارع العراقي وقضينا بالدرجة الأولى على الطائفية. الطائفية المقيتة اللي وضعها السياسيين مع الأسف والأحزاب اللي استفادوا من وراها جراء هاي اللي صارت الفساد واللي العراق اللي وصل إلى هالمنزلق هذا كله من السياسات الخاطئة الفاسدين والمفسدين. شيء اكيد اول تظاهرات هي سلميه ووحدت الشعوب كلها، يعني لو تلاحظ من البصره لحد المحافظات الوسط الديوانيه من اي مكان من اي مكان هي تظاهرات سلميه وبحد ذاتها او كل المناطق، يعني هي طالعه هاي التظاهرات السلميه. بس مع الاسف نقدر نقول على هاي ما جات تستجيب الدوله والمطالب المواطنين اللي هي ابسط الحقوق المسلوبه من عندهم. هو الشعب العراقي شو وقت يتفرق؟ الشعب العراقي خلصنا عمرنا احنا لحمة واحدة ومتكاتفين، ما نعرف منو سني منو شيعي منو كردي منو فيلي منو صابئي منو يزيدي، اللي فرقانا احزاب السلطة. هسه تشوف تمشي بكل المناطق ما تلقى مواطن يحكي بالطائفية، بس داخل قبة البرلمان السني يريد حقوق السنة والشيعي يقول احنا شيعة والكردي يقول احنا كراد، وبالنتيجة يقولون احنا ممثلين الشعب. الطائفية تخدمهم إلهم، الشعب العراقي موحد ويبقى موحد قبل وهسه. يعني ما اسمح لأي واحد يهتف بشعارات طائفية داخل المظاهرة، ما اسمح لأي واحد يرفع صور فئة معينة حتى لا تصير حزازيات ويستغلوها الجانب الآخر، اقصد السراق يستغلوها على انه هاي المظاهرات لازم نقضى عليها ولازم نفضها لانه صارت بيها مشاكل. فأدعو سلميتها أكثر من ما موجودة هسه. طبعا شلون مو شعب حضاري؟ أذا كل الأطياف أذا كل الفئات، نساء شباب رجال أطفال ناس كبار، هذا اللي يخبز هذا اللي يغسل هذا اللي يقدم مساعدات هذا اللي يطبخ، يعني أشكال المساعدات وأشكال التلاحم الاجتماعي صارت في هذه التظاهرات. الهم عجزوا الى من يعني حتى من ذاك النظام وهذا التكوين الحكومي الفاشل من ذاك الوقت لهذا الوقت عجزوا ان يلمون الشعب العراقي بكامل اطيافه. بس الشعب كله واحد شعب واحد ان شاء الله وما نتراجع عن هذا الشيء. شوف بس احنا مثلا مستمرين بالتظاهر، الشعب العراقي خرج بكامل اطيافه بكل اطيافه. هاي التظاهرات وحدت الشعب العراقي بعد خلت ماكو فرق بين شيعي وسني وصابئي ويزيدي، لأن الوضع بعد ما يتحمل أكثر من هذا الفساد. النقطة الهدف الأساسي بهاي التظاهرات والسلمية كانت هو وحدت جميع طوائف المجتمع العراقي، شيب وشباب شيوخ عشائر أطفال نساء، الحمد لله والشكر نشوفها طلعت كلها هبت هبة واحدة. يعني هاي أهم شيء باللي صار بالتظاهرات، كل الناس طلعت شيب وشباب شيوخ عشائر نساء طلاب طالبات، الحمد لله الشكر لله. الهدف منها تغيير واقع حال اللي يعيشه هالمجتمع، هذا يعني جريمة يبقى يستمر على الوضع السابق. حقيقة اليوم احنا نخاطب من أرض بابل، أرض الحضارات، أرض الأمجاد، أرض التراث، أرض التاريخ. اليوم الشعب العراقي شعب واعي، شعب متحضر، شعب يعني أثبت وعيه وأثبت ثقافته وأثبت إرادته أمام العالم بأنه شعب متحضر وشعب سلمي، ويطلب الآن أثبتت بأنه التظاهرات السلمية بأنه وحدت الشعب العراقي.
شيوخه وشبابه ونسائه واطفاله ومثقفينه وعلمائه، بانه شعب متحضر حقيقة. مندسين لا يوجد مندسين اليوم، المندسين هم يعني على المتظاهرين أن يميزون المندسين، وعلى الجهات الأمنية أن تفرز المندسين عن المتظاهرين. كثيرة هي الإيجابيات المظاهرات السلمية في بغداد، في التحرير وفي مدن كثيرة من العراق. تلك الإيجابيات إذا بدأنا نستعرضها، من ضمنها أولا توحيد الصف العراقي ونبذ الطائفية، ويعني بروز الهوية الوطنية العراقية المخلصة، وذوبان أو بالأحرى يعني اختفاء التطرف والعنصرية والطائفية بالعراق المقيتة التي عصفت بالبلد. المظاهرات السلمية المباركة التي انطلقت في بغداد والتي تنادي بالإصلاح وإعادة الحقوق إلى الشعب العراقي ومحاسبة الفاسدين وتصحيح المسار العملية السياسية، نؤيدها بشدة لأنها سلمية وأنها مشروعة وتصب في مصلحة الشعب العراقي. الهوية الوطنية الآن بارزة على الساحة، لم يعد هنالك تسميات شيعي وسني ومسيحي وكردي وأزيدي ومندائي، نحن عراقيون كنا وما زلنا وسنبقى في هذا الوطن، بلاد الرافدين، العراق الأبي المبارك الذي نحن ننتمي إليه، ولدنا على أرضه ونعيش الآن على أرضه وسنموت في ترابه. هذا البلد المبارك للأسف نراها اليوم بهذه الصورة، يعني الحقيقة المزرية. السياسيين وصلونا إلى هاي الوضعية حقيقة، يعني نأمل يعني نتألم جدا عندما نرى الوضع العراق بهذه الطريقة. المظاهرات السلمية المباركة في بغداد وفي مدن الجنوب وفي مدن أخرى حقيقة يعني سطرت أروع الملاحم البطولية، ويعني حقيقة أثبتت يعني ذوبان واختفاء الهويات الفرعيه والانتماءات الجزئيه اللي ينتمي لها ابناء الشعب العراقي والطيف العراقي. الان نحن الكل ينادي عراق واحد وعراق موحد، ويعني اخوان سنه وشيعه هذا الوطن منبيعه، وشعارات كثيره مفرحه حقيقه، ويعني يعني الامل بدا يعني حقيقه يظهر، ويعني في نهايه النفق. بداية اليوم شاهدنا بعد هذه التظاهرات السلمية التي شهدتها المدن العراقية، هناك وحدة للصف الوطني، وهناك كلمة واحدة هي أخوان سنة وشيعة وهذا الوطن منبيعة. اعتمدوا هذا الشعار الرمزي، اعتمدوه للكل. يعني اليوم أنت لو تشوف قتلت الطائفية بالكامل بهذه التظاهرات، قتلت الطائفية. اليوم احنا نطالب الحكومة المركزية على أنه تقف كل من يروج للإشاعات المزيفة بهذا الخصوص. يعني اليوم انت لو تشوف اغلب مواقع التواصل الاجتماعي، البعض وليس الاغلب، نقول البعض وبالقله طبعا بالنسبه نقول 20% يتروج على الطائفيه، على تحريض والله هذا من فلان فصيل اللي ضرب، اللي هذا من فلان اللي قال، هذا اللي هيجي. فاليوم انت لو تشوف بالعكس الشعب واحد. ان شاء الله نامل خيرا بهذه التظاهرات ومن المواطن. طبعا هذه الثورة، ثورة الأحرار، طبعا شقد يسعون ما قدروا يسوون مثل ذرة منهم، اللي هي وحدت من جنوب العراق إلى شمال العراق، ضربت القنبلة المدوية اللي جمعت السنة والشيعة والتركمان والمسيح تحت راية واحدة يحملون هو العلم العراقي، علم الله أكبر. هي هاي اللي موتتهم، هي هاي اللي غايضتهم، هي هذا العلم اللي رفع للعراق. كل اللي شاركوا من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، من قالوا الله أكبر وعلمنا فوق رؤوسنا، هي هاي اللي دمرتهم، هي هاي الأصوات المدوية اللي تجبرهم إلى الانتحار بداخلهم، ونحن إن شاء الله منتصرين تحت راية الله أكبر. تظاهرات أكتوبر كشفت للعالم ولكل الناس مدى حب العراقيين لبلدهم، مدى الوحدة الوطنية للعراقيين. تلاحظ
الشباب وجميع العراقيين بدأوا بأعمار بلدهم، من يصبغ الأرصفة، من يعمر الأماكن، أماكن التظاهر، اللافتات التي رفعت في حب الوطن ونبذ الطائفية. وكذلك نلاحظ محافظات الموصل والأنبار خرجت داعمة للشهداء الذين سقطوا في الناصرية والذين سقطوا في النجف وفي كل العراق. حقيقة الشعب العراقي ظهرت بأجلها في هذه التظاهرات، لا طائفية ولا كره للوطن، على العكس الشباب يحب لوطنه العراق، العراقيين يحبون العراق، وكل ذلك تجلى في هذه التظاهرات التي كشفت عن معدنهم العراقي الأصيل والوحدة الوطنية التي حدثت في العراق. نعم، هنا أصلاً بالأساس لم تكن هناك طائفية، هناك طائفية خلفها سياسيين. من افتعل الطائفية في السنوات السابقة هو صراع سياسي بالأحرى، أما كشعب من أفراد لم تكن هناك أي طائفية. والدليل اليوم عندما توحد العراقيون، عندما خرجوا للتظاهرات، خرجوا وتوحدوا خلف راية الله أكبر وعلم العراق. لم يتغنى أي متظاهر إلا بالعراق وطن، لم يطلبون إلا بمطلب نريد وطن، وهذا دليل واضح وصريح. لا توجد طائفية بين أبناء الشعب، لكن هناك كانت عملية سياسية قذرة استخدمت دعايات انتخابية على مبدأ الطائفية، وبدليل اليوم الشعب يرفض جميع هذه الطبقة السياسية التي لعبت على أوتار الطائفية، واليوم الشعب يراهن على سلمية تظاهراتهم وتوحدهم وصف كلمتهم بكلمة واحدة: نريد وطن، نعم للعراق. حقيقة أنه مسألة طائفية انتهت، لأن الشعب العراقي شعب واعي وشعب متسامح. يمكن مرت بمرحلة حاولت بعض الجهات الخارجية زرعها بين أبناء الشعب العراقي، لكن اليوم شوف كل العراقيين صوت واحد وموقف واحد، وإحنا كمواطنين يعني أكيد ننبذ هذا الموضوع جملة وتفصيلا، وإن شاء الله العراق كله واحد، والمرحلة القادمة مرحلة عراقية بكل حذافيرها بعد إن شاء الله التخلص من سياسي الصدفة والأحزاب الفاسدة اللي تروج لهذا الموضوع حتى يبقون عابثين بأمن هذا البلد وهذا التاريخ وهذه الحضارة. وإن شاء الله كل شيء انتهى من خلال هاي التظاهرات اللي يعيشها البلد الآن، والصوت الواحد والموقف الواحد هي رسالة للأحزاب الفاسدة يقولوا لهم ارحلوا ارحلوا، لا مكان لكم بيننا، العراق واحد إن شاء الله، جنوب والوسط والشمال، وإن شاء الله الأمن والأمان على العراقيين. التحية إلى شهدائنا والرحمة والمغفرة لهم والشفاء العاجل لجرحانا، وشكرا على قناتكم المميزة. طبعا إن شاء الله الطائفية انتهت بالعراق بجهود الشباب، وهذه الثورة قامت مو لأجل نحن، احنا يجوز عبرنا عمر 45 سنة، بس لأخوتنا لأولادنا الشباب. هو أصل الطائفية ما موجودة، اللي خلقوها السياسيين، والإعلام يضخم هذه الأمور. اكو اعلام تابع للاحزاب مع جل احترامات بقية الاعلام الشرفاء، زين ان شاء الله ما تابعين انتم، بس اكو اعلام مضلل يضلل هاي الامور. اساس الطائفيه اللي خلقها الاعلام والاحزاب، يسووا ضوضاء ويسووا طائفيه حتى شنو يكسب الاصوات. احنا بالنسبه لنا سنة وشيعة قلب واحد، ما عندنا شوف انتفاضه الناصريه انتفضوا من يومهم طلاب بالسنة وما عندهم كل اشكال بالموصل وبكركوك، وما عندهم كل اشكال، احنا وياهم قلب واحد. طبعا بالمناسبة هي طائفية ما موجودة، بس انت تعرف يجوز وانت مواطن عراقي موجود بهاي الاحداث، هي طائفية موجودة سياسية اختلقوها. احنا اليوم طلعتنا واحدة من اللي يريد نقتلها، هي احد الفتن الموجودة، هي طائفية اللي هم صدرون اياها من الخارج. هذا ان شاء الله ميت هو، ولكن سريريا بقى اخر لحظات له، كما هي الحكومه هم سريريا ماتت، بس اعتقد اخر اللي المتبقى عندهم انه مره يذبون احزابهم نص المظاهرات حتى يروجون، يابا احنا ترى بعباءه المرجعيه وهذا الشذب، ومره يقولون احنا ترى اكو مندسين، وهو ما موجودين مندسين.
اولا راح اقول لك شغله واحده، هاي مال الطائفيه ان ترى خلقت من 2003 الجماعه اللي خلقونا اياها. احنا المتوحدين دائما، سنة شيعة كرد تركمان يهود صبة، كل احنا عراقيين، احنا ابناء الشعب العراقي، احنا ابناء نبر واحد. ماكو هاي مال سنة وشيعة، هاي ما عندنا احنا. كانت هسه بهاي الدولة اللي سوتها هاي السنة والشيعة، احنا ما عندنا سنة وشيعة، احنا كل احنا عراقيين من اب وام واحدة، ماكو غيرها، احنا هاي واحدة. اثنين، انتمان العراق فقط، احنا شعب اليوم طلعنا شغلتنا واحدة، العراق اولا. احنا جايين اليوم ننظف العراق من هاي البيئة التعبانة، الناس اللي بيها الهمج، هذول اللي اجوا من غير لا احمد السور قبل طبوا وكلوا من هالفجر هالفجر. هذا احنا مريدهم اليوم، واحنا ابناء الشعب العراقي سنة شيعة كل احنا اخوان، ما عندنا طائفة تمنعنا نهائيا. نريد شعبنا يرتاح وولادنا يرتاحون، عرفت؟ وهل هالطافيه منين جابوا لنا هالحكي هذا؟ كل ساعه جايبين شكل. اليوم شوف المتظاهرين هم قضوا على الطافيه ووحدوا العراق. ان شاء الله بجهودهم دول. اولا الطافيه ما موجوده بالعراق اطلاقا، كانت من 2003 هم جابوها. وهذا اللي يصير اليوم، مو يقولون ديمقراطيه، يعني الكرسي لما شلبوا بي لا شلون شو حط طاقه قبل زين. انتم شعب بالبدايه انتخبكم مو تمام على اساس ديمقراطيه راح نستفاد، صار الأسوأ. هسه الشعب خرج ما يريدكم، هو اللي نصبكم الشعب، يقولوا طلعوا يا احزاب طلعوا. تعودنا دائما من الشباب العراقي وفي أصعب الظروف أن تتوحد جميع فئات الشعب العراقي وجميع طوائفه في أصعب الظروف، مثل ما صار سابقا عندنا بال 2007. اليوم يتكرر هذا الشيء، اليوم مظاهرات 25 أكتوبر يعني أطلقت رصاصة الرحمة على شيء اسمه الطائفية، بعد ما عندنا شيء اسمه طائفية، وحدت العراق من فاو الى زاخو. اليوم احنا شفنا يعني من الفترات السابقه ما كانت عندنا لا باربيل لا محافظات الشمال تصير وقفات، اليوم محافظات الشمال، محافظات الغربيه، محافظات الوسط، محافظات الجنوب. اليوم الكل خلف شيء اسمه العراق، اليوم الكل شيء، الكل يطالبون بوطن. فمظاهراتنا قدمت هواي من النجاحات، واحدة من هاي النجاحات هي اليوم صار تحرك على المنتوج الوطني، اليوم قضينا على طائفية، ومستمرين بخطواتنا اللي الرئيسية اللي هي الإصلاحات الحكومية. شكرا لكم. والله مدينتي أول شيء تحتاج التغيير بالوضعية، تتعرف بيها كل شيء، بالصحة، بالتعليم، بالبنى التحتية، مجلس محافظات ما بيها فائدة، يعني كل اللي نشوفه احنا كل شيء ما بيه فائدة. فأول شيء احنا لازم هاي الدول كلها أول شيء تهتم بيه التعليم، لأنه يعني من التعليم يخرج لك جيل واعي بالمستقبل، جيل خريج من الشهادات من شيء. ثانية، توفير فرص عمل للعاطلين، للشباب هاي، لأنه هم الشباب هم مستقبل العراق، يعني التعليم، عندك التعليم، عندك الصحة، نقدر نقوي المناهج، نقدر شلون هسه سووا، من أحسن من عندنا، اليابان أحسن من عندنا، انطوا راتب رئيس دولة للمعلم، حتى شنو يشتغل من كل قلبه، أنا المعلم بهذا وقتنا ما يشتغل من كل قلبه، تقوية راتب المعلم، أول شيء، نعمت الله على الشيطان اللعنة الرجل، المدارس، والانتباه للطالب. الطالب هم حقه، يعني هم حقه يتعب هواي، والظروف هاي المعيشيه التعبانه، يعني الطالب لازم له مراعاه خاصه بالتعليم، بالتربيه، بالتوجيه، لان اذا تعليمنا مو زين وهابط لادنى مستوى، شلون تريد الطالب ينجح ويبني لك مستقبل باكر عقبه؟ شلون تريد الشباب تتطور؟ شلون تريد تبني كفاءات بهاي الفئه المعينه من الشباب، من الصغار، من الاطفال، ذول باكر عقبه تبني عليهم مستقبل الدوله، ازدهار جديد للدوله. فانت اذا اول شيء التعليم اذا يعني ما باني باساس صحيح، ما تقدر تبني دوله صحيح. يعني 16 سنه شو ايش نقدر نشوف بعد؟ 16 سنه ما غيروا شيء، 16 سنه لا تعليم، لا صحه، لا بنى تحتيه، الناس تنام بالشوارع. والله انا يعني
هاي الناس شوف انت تاخذ راي الناس مو بس رايي، هاي الناس طالع على متغير هاي الوضعيه، يعني رايي حال الناس هاي، تريد تغيير، تريد شيء جديد، تريد وجوه جديده تشتغل من كل قلبها، تشتغل للدوله من كل قلبها، للناس هاي المظلومه، الناس هاي المحتاجه. يعني كل هاي الدوله هسه حاليا ما مبنيه بصوره صحيحه، يعني لازم نغير كل شيء. مدينة تقص بالخدمات، التبليغ، التعليم مو زين، مدارس تعبانة كلش، الكرفانات، أريد شغل، أريد عمل، أنا خريج طالب كلية العلوم السياحية، يعني خرجنا وقعدنا، هو تبني على يعني على أسس صحيحة، هي حددت الدستور يسوي الشعب هناك بساحة التحرير مو هم اللي يسوونه، يجيبون ما أدري مين، الشيوخ ما أدري مين يسوونه بكيفهم، هذا الشيء بعد ما يشتغل عندنا بعد كل شيء ما يعبر. إن شاء الله إحنا باقين هنا إن شاء الله. بالحقيقة هناك جملة من النواقص موجودة، منها تعليم متردي، شوارع، بيوت عائلة للسقوط، معامل متوقفة، كثير يعني المتظاهرين أعتقد الكل حكوا به. هذا الأمر يجب أن يحل بالعجالة. اليوم أكو مهلة رادوا يسوى الحكومة، وهذه المهلة هي 45 يوم أعتقد ما يقدرون يكملون أي مطلب للجماهير، لأنه في حلولهم وإصلاحاتهم سلحفاتية بطيئة جدا. هم يريدون أن يقصوا غضب الشارع بهكذا أمور. تغيير طبعا مطالب الجماهير هي واحدة، يعني شباب أمامنا هم دي يقودون الساحة، شباب احنا من 2010 و11 طالما خرجنا ساحات الاحتجاج، وكانوا بالأخير يسمونه تقبيطة كية. اليوم تقبيطة الكية تحولت إلى سيل من الشباب عاطلين عن العمل يريدون حقوقهم. شلون احنا الحل؟ أكثر من حل اعطينا الحكومة، وأهم الحلول تشغيل 55,000 معمل المعطل بالكامل كقطاع خاص. هاي 55,000 معمل إذا شغلت العاطلين عن العمل ستشغل أكثر من مليونين شاب عاطل عن العمل. هم حاولوا هسه في اتحاد الصناعات اجتنا بعض الاصلاحات اللي هم يسووها، انه يعطون 50 مليون كسلفه ميسره، هذه السلفه بارباح 30% من البنك المركزي. اعتقد هذا الامر ايضا يشبه الامور اللي قبلها بالامر الديواني 404 في عام 2014 حينما اطلقوا المبادره الصناعيه هي في تفعيل الجمرك والتفعيل السيطره النوعيه، حمايه المنتج، اعطاء السلف. واستبشروا خير الصناعيين، لكن ما أن استلمت الحكومه السلطه حتى تعار عن الانظار. نريد هذه الامور فعليا، يعني انت ليس كل تعيين عندنا 4 ملايين موظف، 1.5 مليون من عندهم يشتغلون والباقيين زايدين على حاجة. ما نريد كلها تعيين، لأنه نادي باريس من يقرض الحكومة العراقية يطلب منهم عدم التعيين. فأنتم ليش ما تكسرون الجرة وتشغلون هذه المعامل العاطلة المتوقفة والتي أصدأت أقفالها؟ والله بالنسبة للنواقص يعني عدد بما تشاء، يعني خدمات صورة عامة صفر، يعني الشعب لك ماكو تعبيرة، يعني أي خدمات ما بيها، يعني كلها نقص زين، يعني ماكو داعي أقول لك من مدارس إلى صحة إلى شوارع ولا آخره، يعني صفر. العمل على تغيير هذه المواصفات اللي تقول عليها حكومة منتخبة، حكومة شريفة نظيفة، يعني مواطنين من داخل، وممكن من هؤلاء الشرفاء بين يطورون مدينتنا الشرفاء، انه ربما في سنتين ثلاث سنوات يخلوها افضل من دبي. الاداره المحليه وغيرها كلها ما تقدر الا تبديل حكومه وانتخابات مبكره وناس وطنيين شرفاء اللي يقودون بغض النظر عن اي، حتى اذا مسيحي احنا نوافق، اذا عراق وطني شريف ما ينتمي لاي احزاب ولاي مواضيع نستقبلها. هذا قناة يعني حيل جاي جدا يعني ممتاز، وأنا أشكر الكادر قناة التغيير، وأنا جاي من زاخو على مود التغيير مال العراق.
اول شيء الصحه ماكو تعليم، ماكو يعني اي واحد يعني الكليه من يطلع ماكو تغيير، يعني حتى الكليه يخلص ماكو يروح ينظف الشارع العام، الشارع ليش يروح وظفه؟ ما يصير شيء، يعني والله ما يصير، يعني حق القران اي واحد يعني ولد او بنات يعني بس يخلص كليه ماكو يعني لازم نريد تغيير. اول شيء العراق بكامل يعني ماكو تغيير، لا من زاخو لحد بصره ماكو تغيير، يعني لا كهرب لا ماء لا صحه ماكو تغيير ابد، يعني نفس النموذج. ما شلون ممكن نغير هذا الواقع؟ الواقع لازم الكل يصير يعني يدخل رئيس وزراء، رئيس وزراء الصحه، الكهرباء، لازم هذول يتغيرون حتى يصير العراق زين، قادر على التغيير. بس اكو احزاب يعني يسوون مشاكل بيناتهم ما له علاقه بالعدم، لازم يسوون تغيير للعراق حتى العراق يصير امان، ويعني الكهرباء يصير زين، ما موعد كل سنه يجي وماكو تغيير. عمو والله العظيم لا شارع بيه خير ولا مستشفى بيها خير، والدوائر كلها بوق بوق، الله وكيله كان على وزاره النقل، ماكو شيء بيه خير. الشوارع السيطرات مسويه يعني شو اقول لك، عصابات على العالم، تاخذ فلوس من العالم، وخاصه السيطرات الرئيسيه يشترونها بفلوس، الله وكيلك. والناس اللي عليها هم من الاحزاب على السيطرات حتى يحاولون اذيه العالم، اي سيطره اسمها. ماكو شيء بيه خير، ماكو شيء بيه خير عمي. والله هواي هواي انقص مدينتي، مدينتي جوعانة، شباب تعبانة، جاي باعون على حالتنا الدول، والله العظيم يضحكون علينا، وإحنا أغنى دولة بالعالم، ليش هيك سووا بينا؟ عساها بحظه وبخته كل واحد سوى هيك بينا. طيب شنو هي الأشياء برأيك اللي تنقصها؟ يعني أول شيء عمل ماكو، فرص عمل ماكو، ظالمين الشباب هاي، هذا الشاب يطلع أول ما ينولد يلقى الضيم عليه، يروح يشتغل ويتعب، وبهالي النوبة تشوفه ما يلحق على روحه ولا على عائلته، ايش وقت يعني يستقر البلد؟ ايش وقت بنادم البشر يعني يستقر ويعين نفسه ويتزوج ويصير عنده بيت ووطن قدام العالم؟ شبابنا مظلوم. طيب هو بس هاي الاشياء تنقص باقي الامور؟ هواي اكو اشياء، هواي. التعليم، الصحه. بالنسبه للصحه، الصحه احنا اي شيء مو بس الصحه، يعني قبل كان تجي للمستشفى الباص بلاش، هسه صار ب 3000 دينار. زين ب 3000 وإشاعة وراك هواي شغلات، زين احنا رحمة الوالدة، يعني هذا المستشفى اللي يساعد العالم تجي عليه ب 3000 دينار، منين العالم هاي المعدة منين يجي؟ منين يجيب المعدة رحمة الوالدة؟ يذب مريضة بالشارع؟ والتعليم وغيره. هواي شغلات، هواي، يعني هسه احنا شبابنا جاي تدرس وتتعب وتسهر الليالي، وبعدين تروح عيونه من السهر والقراية، من يتعين ما يلقى، من يتخرج ما يلقى له فرصة للتعيين. بعدين تشوفه يروح يشتغل عماله، اما يصير بالحشيد، اما وين يروح له؟ وين يروح؟ احنا هواي رادلنا. اول شيء بالنسبه للحكومه، الحكومه المفروض تستقيل. بالنسبه للحكومه تستقيل احسن، لان هاي الشباب جاي تروح وتتاذى، العالم قافله وما ترجع لبيوتها، قتلها الجوع، يقول لك اما اموت هنا اما اشوف لي شار، واحنا كل احنا جايين على هذا الوضع. طيب الاداره المحليه، المدراء الموجودين قادرين على هذا التغيير؟ ما اعتقد، لان هي منين تبدا الفساد؟ منين بادي؟ من هي من الاداره المحليه اول ما بدت منعتهم. زين وما اعتقد قادرين على الحكومه كلها ان تستقيل، ما اريد اي شخص بالحكومه، اي شخص اي جهه. والله كل شيء محتاج، يعني هسه ينقل التبليغ، زين المي، الكهرباء، يعني ماكو اي شيء ما معطينا، يعني هو هسه شنو نروح على الرصيف؟ نروح على الرصيف قبل الحكومه تقول لك هذا يابا احنا نسوي، احنا اللي بيناتنا، لا انتم لا تدخلون، انتم ماكم علاقه، احنا نسوي، ونسوي وين؟ سنه سنتين كذب كل شيء ماكو، زين ترى الكهرباء ترى انتهى، ترى كلها علينا، والمي علينا، والرصيف علينا، احنا عم نشارك بيناتنا، هو بس الشارع اللي يودي الخضراء هم يسوونه يعتنون فيه شويه، وهذا بيها اول شيء انا يعني بنظري زين نغير دوله الصغار، دوله المدراء دوله نغير هم دوله، انا يعني اقول فساد يمهم، فساد يمهم. المرات وانا شو اقول انا؟ اقول هذول يمكن عندهم امر يعني يعطيهم فلوس
يقوموا يروحوا يشتغلوا، هذول يبوقون، هم اللي يبوقون ياهم، هم هذول الصغار، والكبار هم الكبار بعدهم هم يبوقون، زين، بس احنا شنو وين؟ نغير ذولا اول شيء، نغيرهم ذولا الصغار، زين، يجون جيل جديد بداله، زين، على مود يعرفون يشتغلون، لان ذولا جوا عن طريق فساد، ذولا جوا عن طريق فساد، عن طريق بوق، زين، يعني هو فاسد يجيب فاسد، فاسد يجيب فاسد، احنا لازم نغيرهم ذولا كلهم، زين، نبدا بيهم مين؟ من اول بايه لاخير بايه. الرحمة أول شيء على الشهداء والخلود لهم والشفاء العاجل للجرحى شهداء التظاهرات. أول شيء الخدمات هو من أبسط الخدمات ما تتوفر، يعني هذا الشارع اليوم طلع ما طلع بطران لا طلع شبعان ولا أبد ولا مستهدف جهة سياسية ولا حزب، مستهدف كلها، لأن خدمات خلاص ما متوفرة. أبسط الخدمات اللي هي بالغرب موجودة، أجل لكم الله، عد الحيوان إحنا عندنا ما متوفرة، لا كهرباء لا مي لا شوارع لا نظام، كل شيء ما في. بدي اللي عندنا احنا ثقافه صار سنين، المواطن العراقي معروف بكل الدول، بس اللي سياسه اللي ذات حكمه غلط، واللي خدمات خلاص معدومه، اللي والسبب هاي الخدمات اللي عدمته المحاصصه، انه يطيها فلان شارع فلان مقاوله، يطيها فلان مسؤول وياخذ حصته وغيره ياخذ حصته، للاسف هذا اللي يصير فينا. طيب شيء الاشياء اللي لازم نتبيها حتى غيرها؟ اول شيء الاشياء اللي تبدي بيها قبل كل شيء المفروض يكون واحد الشخص المسؤول انه يكون عنده وطنيه، حب الوطن قبل كل شيء، يكون يحط مبدا العراق اول شيء، يكون العراق همه المواطن، ما يكون ولاء لغير دوله، ما يكون تابع لغير دوله، هذا اول نقطه. والنقطه الثانيه يكون مو حزبي، ما يجي عن طريق الاحزاب، يجي عن طريق المواطنين، يجي عن طريق الكفاءه، عن طريق الشهاده، عن طريق تحصيل الدراسي، هذا الشخص راح ينجح. اذا جيبه عن طريق حزب وهاي صدقني ولا يصير للحزب، ما يصير ولا للشعب، ما يصير ولا لهذول الابرياء المواطنين اللي يبيعون على ابسط سياسي انه بس يصرح انه وياهم راح يصيرون وياه، وهذا الشعب منتظر فشي بسيط من السياسيين راح يعيدوه، بس العالم تعبت خلاص. طيب الاداره المحليه اليوم قادره على هذا التغيير؟ الاداره المحليه حاليا، مو بس الاداره المحليه وانما كل الجهات المسؤوله، ما تقدر تغير اي شيء. إذا ما يغيرون نفسهم وإذا ما يغيرون اللي بداخلهم والاتجاه اللي دايم يمشون عليه، ما يقدرون يغيرون وما يقنعون هاي الجماهير، خلاص ما يقنعوها أبد، ما يقنعوها وما يرجعون. إن شاء الله إن شاء الله يحققون شيء. شهادة سامراء بعد عام 2003 التردي بالواقع الخدمي، وهناك يعني حاجة ماسة للخدمات في هذه المدينة. هذه المدينة أولا هناك نقص باليد العاملة، هناك نقص بالكوادر الخدمية، هناك نقص بالآليات. لحد عام 2008 كانت الجماعات المسلحة مسيطرة على هذه المدينة، بعد استتباب الوضع الأمني في هذه المدينة شهدت المدينة بنى تحتية في بعض الأماكن اللي هي قد تكون مركز المحافظة، لكن بعد توسع المدينة مركز المدينة بعد توسع المدينة واصبحت المدينة 30 حي، احتاجت المدينة إلى آليات واحتاجت إلى يد عاملة واحتاجت إلى بنى تحتية وإلى دوائر خدمية. بعد عام 2014 أخذت هذه الآليات إلى أغلب يعني المعارك وإلى الحشد الشعبي وإلى القوات الأمنية. الآن تشهد المدينة نقص حاد في الخدمات، هناك بنى تحتية وهناك مشروع مهم يجب على الحكومة المحلية والحكومة في صلاح الدين والحكومة المركزية تنفيذه، وهو مشروع المجاري اللي قد يكون هذا المشروع هو الحيوي والمهم. ناهيك عن هناك نقص في المستشفيات والقطاعات الصحية، وهناك بعض البنى التحتية الحكومية تخضع لسيطرة القوات الأمنية في هذه المدينة. نحن في هذه المدينة نأمل من الحكومة المركزية وحكومة محافظة صلاح الدين أن تنظر لهذه المدينة التي أصبحت قاعدة لانطلاق الجيوش وملاذ آمن لقرابة 15,000 عائلة نازحة. لم تشهد المدينة أي إعمار بعد هذه الأحداث، يعني المدينة بحاجة ماسة إلى الخدمات. الحكومات المحلية لم تقدم شيء، لأن هذه المدينة تخضع ل يعني أكثر من قيادة أمنية في هذه المدينة، هناك المقر المسيطر، هناك قيادة عمليات سامرة، هناك الحشد الشعبي، هناك يعني ازدواجية بالقرار، وهناك اختلاف بالرؤى، وهناك الكثير من الإهمال تشهده هذه المدينة. خلينا نحكي بالعامية ونقول يعني كلمة حق، هو شنو اللي بيها سامرة؟ شنو اللي ما تحتاجه سامرة؟ بنى تحتية صفر،
يعني انطيني منشأ في سامراء جاهز، يعني كل البنى التحتية اللي انجزت في سامراء انجزت بقارب 50% وتركت. لماذا تركت؟ لا احد يعلم. المستشفى الألماني، المنتديات.